قبل احتلال العراق عام 2003 كان السياح يقصدون سوق الصفافير لاقتناء هدايا تذكارية تمثل تاريخ العراق وتراثه الجميل، كما كانت أصوات المطارق تستقبل الوافدين إليه وتشكل علامة فارقة تميزه عن غيره من أسواق بغداد. طبعا سوق الصفافير يزوره رواة كثيرين من العرب والأجانب. نستذكر يعني من الشخصيات اللي فعلا دخلت سوق الصفافير مثلا زوجة الرئيس الفرنسي جاك شيراك، جت هنا أسرح شفوها صورة اللي قدام، إضافة إلى الوفود الرئاسية قبل كانت تجي على مستوى رئيس وزراء، على مستوى رئيس جمهورية، على مستوى ملك، كانوا يدخلون سوق الصفافير. أما الآن بهذا الوقت ما طب أي مسؤول بسوق الصفافير نهائيا، فقط كان بزمن يعني إحنا نقول عليه النظام السابق، لأنه كان سوق أمين، سيارات تجي تطبق هنا الطوب، خلينا نقول الأمان يلعب دور رئيسي. حتى إحنا كنا نتأخر يعني قبل تفتيح مالتنا 10 بالليل 11 بالليل، هسه شو العفو الساعة 3 3:30 كلها تعزل وتروح.